السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي المتواضعة. هذه اسمها أرينا سبورت، مكان للأطفال، بيعملوا عندهم سمر كامب، يعني زي ما تقول نادي صيفي للأطفال. وطبعا بما أن الأميرة أميرة تحب كرة القدم، فتيجي هون تلعب كرة قدم طول الصيف. على العموم مش قضيتنا، انا شكلي معطل بس انا مداوم صراحه، لكن مداوم من البيت علشان بيبي الجديد ومحتاجين مساعده في البيت، وهذه اشياء الاطفال معروفين عند الناس اللي عندها اولاد تعرف هذا الكلام. طيب تحياتي لكم واشكركم على التفاعل العظيم الذي اراه على القناه من الجميع، واشكر كل القنوات الاخرى التي تقوم دائما بتفنيد الخرافه الارض المسطحه والدجالين الذين يقومون بالدعوة لها، لأنه كما أقول دائما الأرض المسطحة هي عبارة لا يؤمن بها أو لا يتكلم بها أو لا يعتقد بها إلا واحد من اثنين، لا ثالث لهما، إما جاهل وإما كذاب، لا يوجد ثالث لهما. لماذا أقول هذا الكلام ولماذا أقوله بهذا الشكل الحاد؟ لأن هذه الأمور طبعا محسومة علميا، يعني من ناحية علمية انتهت. فيأتي شخص ويقول والله القرآن يقول، أي إنسان يدعي على القرآن أنه يقول أن الأرض مسطحة هو إنسان كذاب، وليس فقط ذلك، هو مدعي على القرآن بالإضافة إلى أنه يعارض القرآن بالحقيقة، مما يجعل القرآن مما يسقط مصداقية القرآن. يعني أي إنسان يقول أن القرآن يقول أن الأرض مسطحة هو إنسان كذاب ودجال، ولا يمكن أن يقبل منه أي شيء بعد ذلك. لماذا؟ اليوم سأتكلم لكم عن علم جديد، أو ليس هو علم جديد، هو من 1850 يعني، لكن العلم هذا هو علم الرصد الراديوي. هذا الرصد الراديوي هو عبارة عن علم ذو شقين. الشق الأول هو الرصد الباسيف، الذي يعني لا يوجد فيه أي أجزاء فعالة، كل ما تفعله هي أن تشاهد الفضاء وما يوجد خارجه عن طريق الطيف الراديوي. طبعا نحن نعرف أن الموجات الكهرومغناطيسية هي عبارة عن طيف كبير جدا، تبدأ بموجات الراديو وتنتهي بأشعة جاما. ففي هذا الطيف كله نحن نرى في جزء بسيط جدا، وهو الطيف المرئي، اللي هي ألوان الطيف، هذه التي نستطيع فيها أن نشاهد العالم. هناك طبعا موجات فوق بنفسجية لا نستطيع أن نراها، وتحت حمراء لا نستطيع أن نراها، وطبعا طيف كامل أشعة إكس وأشعة جاما و كل الموجات الراديوية، هذه لا نستطيع أن نراها. الإنسان غير مجهز بمستشعرات لهذه الأشياء، نستطيع أن نشعر بالأشعة تحت الحمراء قليلا لأنها تسبب الحرارة، يعني عندما تسلط أشعة تحت الحمراء على شيء فيشعر بالحرارة، لكن لا نستطيع أن نراها، عيوننا غير مزودة بهذه الخاصية. بعض الحيوانات عندها هذه الخاصية على فكرة. على العموم، فهذا المجال الرصد الراديوي يسمح لنا برؤية الكون بشكل آخر، أشياء تحجبها الرؤية، يعني لا نستطيع أن نراها بعيوننا، لكن الرادار يستطيع، أو مش الرادار، الرصد الراديوي يستطيع أن يمر عبر هذه، خصوصا الغيوم أو السحب أو السدم التي هي موجودة، ورؤية ما وراءها. فهذا طبعا شيء ممتاز. طبعا نحن حسب نوعية السديم هذا الذي نراه نقوم بتغيير الطيف الذي ننظر فيه، فمرات يحاولون في المجال فوق البنفسجي، مرات في الأشعة الحمراء، مرات بالطيف الراديوي، أي شيء يسمح لنا برؤية هذا الشيء. من هذا هناك أيضا فرع خاص يسمى الرصد الأكتيف، اللي هو الفعال، يعني نحن الذين نصدر شيء ونقوم برصده مرة أخرى، هذا هو ما يندرج تحت الرادار. الرادار آخر كلمة منه هي عبارة عن رينجينج. الرادار هو الذي يستخدم لرصد الطائرات ولرصد الصواريخ ومقاومتها وكل هذه الأشياء، يعني طبعا ليس بالعلم الذي يعتبر أنه شيء سخيف، يعني هو موجود ومثبت، ومن الحرب العالمية الأولى والثانية موجود الرادار، بحيث أن يستطيع رصد الطائرات المعادية المقتربة مثلا من مكان أو من دولة أو شيء من هذا القبيل، وإعطاء إنذار للناس أن هناك مثلا قصف قادم إليهم من هذا المكان، أو صاروخ قادم إليهم من هذا المكان. وطبعا للأسف يعني تعرضنا في منطقة الشرق الأوسط إلى حروب كثيرة، لنعرف أن الرادار هذا شيء حقيقي ويتم الرصد فيه من مسافات، ومعرفة إذا كان هناك شيء قادم. طبعا هناك أهداف وأشياء أخرى للرادار، من ضمنها مثلا رصد الأرصاد الجوية،
يعني بإمكان الرادار مثلا نوع من الرادار دوبلر ريدر، هذا اللي هو يستعمل رادار دوبلر، يستطيع معرفة كمية الرطوبة في الجو. لهذا السبب عندما يقول والله بعض المسطحين الجو فيه ماء والماء هذا يعمل عمل العدسة المكبرة، لا لا لا، هذا كلام يعني مبالغة كبيرة جدا في كم في وجود الماء في الحالة الغازية. الماء في الحالة الغازية لا يعمل عمل العدسة المكبرة بالشكل الذي نحن نتصوره، بالعكس هو له خصائص أخرى. بالإضافة إلى هذا كمية الديستورشن، يعني في الماء يكون في الجو بأشكال مختلفة، ويستطيع رادار دوبلر أن يصنع لك خريطة كاملة لشكل الماء، أين هو الماء في الجو في بعض الغيوم. نضع هذا جانبا، نعود إلى الرادار. الرادار كعلم يعني سمح لنا برصد الأشياء الخارج الغلاف الجوي بشكل سهل ومضمون، ويعطينا فيه بالإضافة إلى رصد الأماكن هذه البعيدة يعطينا معلومات إضافية مثل بعدها وبعض الأشياء الأخرى مثل تضاريس هذه الأشكال. فطبعا عمليا كان أول ما تم رصده بالرادار من الأرض وبأشياء بسيطة جدا، يعني لا تحتاج حتى إلى قدرات عالية، نحن نتكلم في معدل حوالي 50 ملي واط أو أكثر قليلا، 50 واط أو أكثر قليلا، يعني رادار منخفض الشدة جدا يستطيع رصد القمر وإعادة المعلومات هذه لك. آخر R في الرادار هي رينجينج. رينجينج معناها معرفة البعد، قياس البعد. فقياس البعد للقمر يتم بطريقة تجريبية بدقة عالية جدا من قبل حتى اختراع ناسا يعني. فبالإمكان معرفة بعد القمر وتحديد حتى بعض التضاريس التي على وجه القمر عن طريق الرادار، وعمل خرائط لسطح القمر من هذه التضاريس، سموها توبوغرافيك ماب، اللي هي خرائط طبوغرافية عن طريق استخدام الرادار. وطبعا إذا كنت أقرب تستطيع كمان أنك تستعمل الـ Earth Penetrating Radar، هو الرادار الذي يخترق الأرض فيعطيك شكل الأشياء تحت الأرض، ونستعمل هذا طبعا على الأرض حتى نكتشف تجمعات البترول وتجمعات الماء والمعادن الثمينة والأشياء التي نحاول نبحث عنها. فيما بعد تم استعمال نفس الطريقة هذه لاستكشاف أشياء أبعد، مثلا الزهرة. الزهرة كان هدف سهل جدا، فعرفنا بعد الزهرة بالتحديد بالرادار، تقوم بضرب الرادار، تنتظر الموجة العاكسة الراجعة منه فتقوم بتحديد مكان الزهرة. وليس فقط هذا، يتم عملية تحديد وتجديد يعني المعلومات الموجودة لدينا، وحتى معرفة يعني شكل السطح على الأجسام البعيدة بما فيها الكواكب البعيدة، وهذا الشيء طبعا مميز جدا في الرادار. فعندما يقول أحد المسطحين أنه والله لا توجد علوم أو لا توجد هذه نظريات، هو يجهل تماما قضية أن نحن نقوم بعلوم تجريبية عبارة عن ضرب مثلا في حالة الرادار سيجنال، إشارة إلى كوكب الزهرة، فتعود هذه الإشارة فتقيس لنا بعد كوكب الزهرة والتي يعادل 6/10 من الوحدة الفلكية، التي نحن نعرف أنها مثلا حوالي 150 مليون كيلومتر، يعني حوالي 6/10 أكثر من النصف بقليل. نفس الشيء تم لكوكب عطارد، وتم قياس بعد كوكب عطارد وعمل رينجينج له عن طريق الرادار. حتى الشمس والتي هي فيها صعوبة في استخدام الرادار معها، تم استخدام الرادار والذي ينعكس عن الكورونا الخاصة بالشمس، ومعرفة بعد الشمس بشكل دقيق تجريبي غير قابل للمناقشة. لماذا؟ لأن نحن نعرف سرعة الضوء، وهذه سرعة الضوء نقيسها في المختبر، يعني الأستاذ مايكلسون ومورلي أصلا تجربتهم الأساسية كانت تعتمد على قياس سرعة الضوء. ومايكلسون بتحديد هذا العالم من أشهر الناس الذين قاموا بقياس سرعة الضوء إلى 5 خانات بعد الخانة العشرية، يعني إنسان دقيق جدا في هذه القياسات. على العموم هذا الذي نستطيع أن نفعله. بالإضافة إلى هذا، مع تطور علم الرادار، نحن نتكلم هنا الرصد الفلكي عن طريق استخدام الرادار، يعني أكتف، نحن نبعث إشارات ونقوم برصدها وتحويلها إلى معلومات نستفيد منها، منها بعد الكوكب. فقاموا برصد الأقمار التي هي حول المريخ، نعم هناك أقمار حول المريخ، لكن قصدي كان حول المشتري وحول زحل. فيتم رصد الرادار الراجع منهم ومعرفة بالتحديد في بعض منهم تضاريس
التضاريس الأرضية أو السطح لهذه الرادارات. على فكرة هذه سيارة جوجل، هذه سيارة جوجل شاهدوها تقوم بتصوير الشارع، جميلة جدا ها. صدفة. المهم فيقوم الرادار هذا برصد تضاريس سطح الأقمار أيو ويوروبا وهذه الأشياء حول زحل والمشتري. بالإضافة إلى هذا يقوم هذا الرادار برصد العديد من الكويكبات والمذنبات والأسترويدز اللي هي ما قد تصبح نيازك في يوم من الأيام التي هي تمر حول الأرض وفي أماكن أخرى. أيضا يقوم بتتبع ومحاولة معرفة وتدوين وتوثيق كل قطعة في المدار حول الكرة الأرضية من مخلفات غزو الفضاء طبعا والدخول إلى والأقمار الصناعية والصواريخ، لأن هناك مخلفات كثيرة في مدار حول الكرة الأرضية. طبعا هي صغيرة ومدار الكرة الأرضية كبير جدا، لكن من الضروري دائما المحافظة على حياة الناس الذين سيخرجون وحياة المعدات، لأن هذه الأقمار الصناعية غالية جدا وغالية الثمن. فإذا يعني محاولة دائما توثيق هذه النفايات الغير مستخدمة في الموجودة في المدار حول الكرة الأرضية. هذا الشيء طبعا جميل لأن الرادار هنا بالضبط يقتل أي حجة عند المسطحين في القول أن هناك قبة سماوية. هذا خرافة لأن الرادار لا يستطيع أن يصل لها. هو في متناول الجميع، معظم الدول عندها رادار، ومعظم حتى المركبات البحرية حتى القطع الصغيرة التي تعتبر يعني يخت صغير مثلا يحتوي على رادار يستطيع أن يرصد السفن التي حوله. فهو علم موجود يعني وتطبيقه واضح جدا ويمكن استخدامه بشكل مباشر. فيعني من يقول والله أنه لا يحدث غير صحيح. لهذا السبب